وينطلق شوط جديد وإثارات جديدة وتحدي جديد وهذا الشوط يحمل في طياته اللقايا القعدان وهو في تعدد الأشواط الشوط الرابع والثاني للقعدان اللقايا يحمل هذا الشوط 43 اسم تتحدى على أرضية هذا الميدان نبدأ مع أول المراكز ومع غيث هزاع بن حمد بن صالح أبو شريدة آه العذبه على الصداره وعلى المقدمه ثاني المراكز وثاني التحديات نرى الغدوم هنا من قبل حصري عبد الرحمن بن شاهين بن مطر بالربيع الكواري على ثاني المراكز وثاني التحديات ثالث, الرا... ثالث المراكز هنا مكادش حمد بن الله بن محمد لبريدي المري على ثالث المراكز وثالث التحديات رابع المراكز وهنا الغدوم من هملور راكان بن حزام محمد بن راشد المري على رابع المراكز ورابع التحديات خامس المراكز وهنا يأتي على, خ... على خامس المراكز حرب بتحديات هادي بن جابر بن ناصر البريد المري على خامس المراكز وخامس التحديات أتممنا على مسامعكم هذه الأسماء الخمسة والخمس المراكز الأولى المتقدمة وبكم نعود كادش على الصدارة ام كادش المملوك لحمد بن جر الله بن محمد البريدي المري على الصداره وعلى على المقدمه ثاني المراكز وهنا غيث هزاع بن حمد بن صالح ابو شريده العذبه على ثاني المراكز وثاني التحديات ثالث المراكز وهنا الغدوم من قبل حربه هادي بن جابر بن ناصر ال آه المري على ثالث المراكز وثالث التحديات رابع المراكز هملول راكان بن حزام محمد بن راشد المري على رابع المراكز ورابع التحديات خامس المراكز وهنا الغدوم من زيزومة للمملوك لهجن التحدي على خامس المراكز وخامس التحديات ونعود إلى الصدارة ونعود إلى غيث على الصدارة هزاع بن حمد أبو صالح هزاع بن حمد بن صالح ابو شريده العذبه على الصداره وعلى المقدمه ويستحل هذا الموقف هنا ابو شريده ويريد ان يضيف نقطه هذا الشوط الى رصيد هذا الشعار ثاني المراكز ن... وهنا نرى الغدوم من قبل حرب هادي من جابر بن ناصر آل آه المري على ثاني المراكز وثاني التحديات ثالث المراكز مكادش يصل هنا مكادش حمد بن جلال الله بن محمد آل آه المري على خامس وعلى ثالث المراكز وثالث التحديات رابع المراكز نرى القدوم من قبل همله راكان بن حزام بن محمد بن راشد المري على رابع المراكز ورابع التحديات خامس المراكز زيزوم هنا هجن التحدي في المتابعة يسلم الله لا يتغير أي جديد الشوط الشوط هذا راكد من البدايه، راكد من البدايه، ولكن اوعدكم هنا عند الامتار الحساسه سوف تفاجئكم اسماء لا اسمع، وبكم نعود الى الصداره والى ام كادش، ام كادش كادش علي الصداره وعلى المقدمه. حمد بن جلالله الله بن محمد آل بريد المري على المركز الأول وعلى الصدارة وعلى المقدمة يرقص طرب على هذا الميدان مكادش أم مكادش أم مكادش أم ثاني المراكز هنا غياثة رافع راية التهديد غياثة على ثاني المراكز وثاني التحديات هزاع بن حمد بن صالح أبو شريده العذبة على ثاني المراكز وثاني التحديات يا الله <applause> الكل الاخير بوابات العبور صفارة الانذار يفتتحها ام كادش يا ام كادش على الصدارة حمد بن جر الله بن محمد آل بريد المرية ولكن احذر احذر من ابو شريدة غادم ونرى هنا يصل هنا حرب ويصل بن مسعود بن مسعود ويصل النابت يا سلام الله غياث غياث كادش أم كادش وغياث ولكن مكادش أم هو الأقوى هو الأغرب للناموس ولكن غياث رافع راية التهديد غياث ومكادش أم كادش وغياث غياث ومكادش كادش أم كادش وغياث ولكن مكادش على الصدارة وعلى المقدمة او هنا مكادش على الصدارة وعلى المقدمة يصل غيث غيث على ثور المراكز هزاع بن حمد بن صالح وشريدها العذبة يا سلام الله, الله 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 غيث غيث قلب وزير هذا الشوط غيث ولكن مكادش مكادش يحاوله ومحاولات جادة ولكن غيث 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 يا غيث يا سلام يا سلام يا ابو تهانينا والمبروك من هذا المكان لهزاع بن حمد بن صالح ابو شريده العذبه لانتزاع غيث للشوط الرابع والتهانية من وصوله لحمد بن هزاع ابو شريده العذبه تهانينا والمبروك ثاني المراكز هنا مكادش حمد بن جلال محمد بريدي المري ثالث المراكز هنا يصل المهدي فهد بن راشد النعيمي رابع المراكز يصل الباس سعيد بن جابر محمد بن, بن جابر بن مسعود المري خامس المراكز كان الوصول من قبلهم هملول جار الله بن بخيت بن عبد الهادي الفريدي المري تويت الزمني